متابعي قناة فاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة هذه غادي نتناقشوا الموضوع ديال الحركات الاحتجاجية بالمغرب منذ قدوم حكومة أخنوش، ويعني دارت مجموعة من الحركات الاحتجاجية، بدأت يعني الطلبة تاع المترشحين إلى مهنة المحاماة، وأيضا بالنسبة لرجال التعليم، والآن تنعيش واحد حركة احتجاجية تتعلق بالرجال وطلبة الصحة. يعني الملاحظ كما يقول بعض المتتبعين أن توقع واحد تأخر بالنسبة لحكومة أخنوش من أجل التوصل إلى حلول لهذه الحركات الاحتجاجية. يعني ستكون حركة احتجاجية تدوم واحد مدة طويلة، عاد تجي حكومة أخنوش في الأخير تستجيب لبعض المطالب تاع الفئة هذه، الأمر التي استغرق بعض الوقت. من أجل مناقشة القضية دي نستضيف السي عبد الجليل أبو المجد، رئيس مركز الكفاءات والأبحاث. سي عبد الجليل، مرحبا بك. مرحبا، أهلا أستاذ. في رأيك علاش يكون واحد التأخر لاستجابة للمطالب تاع المحتجين، كما قلنا في بداية من الطلبة تاع أو المترشحين إلى مهنة المحاماة، جاءوا ثاني رجال التعليم والنظام الأساسي، الآن تنعيشوا نفس المشكل مع الشغيلة تاع الصحة وأيضا طلبة تاع كلية الطب. بالنسبة لحركة التماطل هي معروفة من قديم، بدأت مدة طويلة، ولكن في السنوات الأخيرة تكاثر هذا وازداد التماطل. فمثلا في قضية المحاماة مع وزارة العدل وقع تماطل مدة طويلة، حتى تدخلت مؤسسات الوسيط لحل النزاع وإبداء الرأي ديالها للتوافق وحل المشكل، واستمر كذلك لواحد المدة طويلة مشكل المحاماة، حتى تقرر تنظيم مباراة ثانية أول مرة في التاريخ المغرب، وتم تكرار هذه التجربة. كان التاريخ يعيد نفسه في المغرب، وقعت نفس المشكل بالنسبة للأساتذة المتعاقدين، ففرض كما يقولون فرض عليهم تعاقد وتم التماطل. وهذه المقاربة دائما يتخذون هذه المقاربة ديال الانتظارية، وما دام في بقية الانتظارية والتماطل إلا والمشكل يتعقد أكثر فأكثر. كان في البداية يمكن أن نحل بمرونة وسهولة وبتنازل توازن بين الأطراف، فإذا بنتت كأنك تخلق في الإنسان نوع من النقمة وردود الأفعال. ففي الغالب عندما هذا الشيء ما عندوش علاقه بان الحكومه لا تقدر يعني الحركات الاحتجاجيه التقدير ديال الصائم، هي لا تقدر، يعني تلعب على الوقت، ربما الناس غادي يعياو، وهذا هو المشكل. الربح الوقت، ولكن هناك هدر زمني، والزمن لا يقدر بالمال، المال الزمن راه ذهب، عنده قيمه اكثر من الانتاجيه. عندما مثلا كما وقع بالنسبه للمتعاقدين شهور وفي الاضرابات وفي الشوارع طلعوا التلاميذ والاباء في بدون دراسه، وهذا عنده اثار كبير في التقريرات السنويه، التكوين تاع الطالب والتكوين تاع التلميذ في الجوده، وحتى التقرير المقبل ديال المنظمه الدوليه بالنسبه للتعليم سيكون كارثه في السنوات المقبله. لان رغم حاولنا استدراك الامور وبمقاربه اخرى، وتم مرور الامور في احسن في ظروف ما لا باس بها، ولكن هذا سيقع تراكم. حاليا تكرر نفس الموضوع. نعم، حالياً في القطاع الصحي عدنا من حيث بدأنا في القطاع الصحي. ناخذ مثال بالنسبه للطلبه، طلبه الاطباء، طلبه الطب. كما تعلم بان بالنسبه لطلبات الطب هناك اتخذت مجموعه الاجراءات بخصوص، لان هناك خصص مهول من الاطباء في المغرب. فمثلا يعتبر المغرب في بالنسبه لعدد الاطباء في واحد الوضعيه متدنيه، تسموها هما بلوجارغو ميديكال، هذيك لا دونسيتي ميديكال اي باراميديكال، كثافه طبيه وشبه طبيه. فهو المغرب من المراحل المتدنيه عالميا في عدد الاطباء، على مستوى الاطباء. يحاولون استدراك وتدارك هذا التاخر، فاذا لجأوا الى اجراءات، لاجراءات عديده، منها تقليص مده الدراسه، تقليص وهي النقطه التي افاضت الكاس، ولم يتم التوافق مع الطلبه وحل المشكل مع رجال الغد او اطباء الغد. فتشبكت الامور، الطلبه يقولون ان هناك مشكل جوده، وهذا صح، الجوده هي اساس كل شيء في الطب، انك الطبيب مهنه ليست كباقي المهن،
فهو مستوى حياة الناس ما بين الحياة والموت. والطلبة يقول الإدارة تقول أن الطلبة يرفضون التقليص لأن يرغبون في الهجرة. الطلبة يقولون أن يرفضون هذا الاتهام ويؤكدون على أن المشكلة يمس الجودة. صحيح أننا بعد الدول خدت 6 سنوات بحال رومانيا بولونيا إلى آخره اليونان، ولكن عندهم صحة مستوى جيد في التعليم. مثلا حتى لو افترضنا أن هذا القرار الفوقي يفرض بالقوة على الطلبة، فليس بهذه الطريقة وليس بهذا الأسلوب، وإنما بالحوار مع المتدخلين وليس بالتوقيف، لأن تم توقيف الطلبة. شفت الإجراءات التي تتم اتخاذها في ظل هذه الحركات الاحتجاجية تتأزم الوضع. تتأزم الوضع. كما قلت توقيفات. توقيفات وحل مكتب. حل مكتب وحل دستور 2011. الغريب في الأمر أنا دستور 2011 يؤكد على الحريات ويعطي مبادئ. كنت رأي آخر تقول يعني الحكومة تتقرب توصل يعني لحل هذا المشكل هذا، تخرجوا وزراء آخرين، ماشي وزراء آخرين يمثلون القطاع، مثلا وزارة التعليم العالي تخرج بتصريح اللي ترجع الأمور إلى ربما هناك مشكل داخلي في التنسيق ما بينه. هناك مكاينش تنسيق بين الحكومة، تلقائية ما بين أعضاء الحكومة. لابد من يكون باش تكون حكومة ناجحة خص يكون واحد التنسيق تام في اي خرجه واي بيان واي كومينيكيتي يديروا، خص يكون يكون موقف موحد. موقع موحد برئاسة رئيس الحكومه. هذا هو المشكل. اذا هنا وقعنا في هذا المشكل مع الطلبه، ولا على حد الان السنه على بصيص الامل. السنه بالنسبه للطلبه وحنا غادي نضيعوا سنه، ماذا خفنا منه؟ نقدروا نمشوا للقضيه سنه بيضاء على هناك بصيص الامل. بصيص امل بالنسبه لعلاج هذا المشكل، وفيه مشكل أكبر في السنة المقبلة لم يتم بث فيه في هذه الشهور القادمة. علاش؟ لأن تنهضر دابا على 7-8 يعني ما بقاش بزاف تراكم. غادي تجيو الأبناء الآخر الطلبة الجدد مش جالونا في السنة الأولى. وكيف هذا الأستاذ في الطب؟ وهي مهمة مهنة الأستاذ في الطب، ليست كمهنة باقي القطاعات. أهم مهنة هي الأستاذ في الطب، ماشي بحال الأستاذ. أنا مع احترامي جميع الأساتذة، ولكن كيف شيء يؤطر مجموعة كبيرة؟ لأن خص يكون تأطير هذا هو الطب. للجودة الطب، وأنا أكد الجودة هي أساس الطب. باش يأطر الأستاذ بروفيسور، باش يأطر خص يكون عنده العدد عدد معقول. نحن غادي يوقع عندنا تراكم. ثانيا بالنسبه للاباء، الاباء دروك الاباء بالنسبه لهم في حاله، في حيره، في قلق، في حاله نفسيه غير مرتاحه، لان الابناء ديالهم في موقفين، والسنه كل سنه تكلف العائلات ذوي الدخل المحدود تكلفهم كثيرا. بعض الاراء اخرى تقول بان هادشي كاع اللي تيدار يعني خدمه يعني لواحد الناس اخرين، وتشجيع القطاع الخاص باش يدخل لهذا المجال هذا، وانه يبدا بان التعليم العمومي بصفه عامه ما بقاش عنده افق، ما بقاش عنده يعني واحد سميتو. اعطيك القطاع الخاص خص تكون شراكه. تسموها بارتنارية بيبليك بريفي، هذيك الثلاثية خص تكون شراكة. ولكن العام في أمريكا راه العام في جميع الدول العام. صحيح نحن لا نستعد القطاع الخاص، ولكن في الحدود ديالو القاطرة للعام. والخاص يساعد وينصهر في هذه البطاقة بنفس القواعد ونفس القوانين ونفس القواعد القانونية. هنا نعطيك مثلا في نفس المستوى ديال المغرب وربما أقل. مثلا الأردن دولة محدودة الدخل، تعاني من أزمة ندرة المياه، الطاقة، الجوار في حالة حرب دائما. دائما منطقة غير مستقرة، ما كاينش شي حاجة تما ديغابل، كل شيء. عندهم 6 جامعات حكومية. منذ 72، وحنا درنا أول جامعة في 63 ديال الطب، منذ 72 أول جامعة تحقق الكثافة الطبية
اولا تحققوا الكثافه، مرتبين عالميا في الطب من الاوائل من 500 ولا ربما من 500 الاوائل واحد الكليه عندهم. ثانيا نجحوا في شيء مهم وهو ما يسمى بالسياحه الصحيه. بلاش نجحوا لان كاينه جوده الاطباء، تنافسيه الاثمان، جوده التجهيزات، ويستقطبون الاموال في الاردن، وهي دوله درك عندها كما قلت امكانيات محدوده، وهي نجحت في المشروع في الصحه. كاين خاص ولكن سته جامعات حكوميه تتصدى. نحن لا نضد، لا لا، ينبغي على العموم، ينبغي ان نغفل على الامور، على الناس مع المغاربه ماشي كلهم ميسوري الحال. نعم هناك الله يزيدهم، عندنا طبعا فئات ميسوره ممكن، ولكن خصنا ضروري نحافظوا على القطاع العام. لان ابناء الشعب راه حنا تنعرفوا المغاربه عندهم اجور محدوده، والان كاين مثلا، نعطيك مثلا انسان مثلا تيقري ولده في مراكش كليه الطب، او بنته عنده هو تاجر صغير او سالاري مستخدم في قطاع معين، او هو تاجر عنده واحد البركه في 7000 8000 درهم مثلا في الشهر. شحال غتكلفوا ديك البنت او السيد من اسيون ولا من بلقرير بنته في مراكش؟ شحال غتكلفوا شهريا؟ غتكلفوا على الاقل واحد 3000 درهم لان البنت هذه. اذا وعنده مصاريف اخرى، هذا ثقل، والعام الان بيمشي شحال كلف لهاد الاباء. اذا كما قلت في الاباء لابد مراعاه وضعيه الامهات والاباء والابناء ديالهم، راه في حاله قلق وتكلفه. واخا باش نرجعوا للحركه الاحتجاجيه، بالنسبه لك انت يعني ما تشوفش بان كما تيقولوا يعني بعض المدافعين على الحكومه، تيقول الحكومه يعني غير محظوظه، جات في واحد الظرف يعني استثنائي تاع الحروب الاوكرانيه، دابا الحرب في الشرق الاوسط، ايضا الجفاف، وتزاد عليها تاع الملفات الاجتماعيه اللي حارقه، التعليم، الصحه. واش تتفق مع هذا الراي ولا ان الحكومه خصها جات خصها تلقى الحلول؟ ما احنا ماشي لا، الحكومه السياسه هي مصلحه وهي حلول، ما كاينش شي سياسه ما فيهاش مصلحه. والمصلحه الحاليه، المصلحه الحاليه في هذه القطاعات تقتضي الحلول. وهنا الا ما حليتيش الامر، المشكل اليوم غادي تؤدي الثمن اكثر غدا. اللهم تحلوا اليوم باقل تكلفه ولا تحلوا باكثر تكلفه. اذا هذيك المبررات او العوامل، ان كاينه حرب في اوكرانيا، الجفاف، الى هذه عوامل من ضمن العوامل، ولكن هناك الترشيد والحكامه في تدبير القطاع اهم من هذا الشيء. ان الاموال تخصص اولا للموارد البشريه، والدوله تكون قويه بعنصرها البشري، وتكون ضعيفه بعنصرها البشري. حنا ما تتعاملوش مع المشاغبين في الملاعب ونستعملوا معهم العنف بديك الطريقه، حنا تنتعاملوا مع الكريم، يعني مع الزبده ديال الدوله، مع نخبه الغد. كيف ما كان الحال، هي نخبه غدا غادي تكون. اذا كيف ما كان الامر، لابد من وضع حل وفي اقرب وقت ممكن. المبررات الاخرى واهيه. وكما تشوف بان النقابات الاخرى، يعني النقابات اللي في القطاعات هذو، يعني خصها هي تكون عارفه الواقع. يعني ما تطلع السقف بزاف العالي. هي المطالب ديالها محدوده، مثلا نخرج الطلبه لا يكلفون، لا يكلفون، عندهم مشكل مع الاجراءات المتخذه طبعا. بعض الاجراءات الاخرى ديال التدريب الى اخره، ما بغي لا فلوس لا والو. تقريبا ما بغاو لا فلوس لا والو، شي حاجه قليله هذاك الشيء. ولكن انا نرجعوا مثلا ندوز الملف الثاني ديال الصحه، ديال المهنيين والممرضين والتقنيين اللي خرجوا الان في الشارع، وتعاملوا مع تم التعامل معهم بذلك تلك الطريقه. والمضربين، حق الاضراب مقدس، وحق الصحه كذلك راه في الدستور، وحق الاضراب راه كذلك في الدستور، والتعامل مع هذوك الناس بهذيك الطريقه في مشكل. فهمت؟ ماذا يطالب؟ كانت الامور غتحل بسهوله في البدايه، طلبوا بواحد واحد الزياده، تم الاتفاق مع الوزير المعني بالقطاع. تم توقيع المحضر، تم التماطل، تم التماطل والانتظاريه، وقعت شبكه الامور، كان الطرف الاخر
لم يوافق. فتعقدت الامور. في هذه الفتره بالضبط شكون الطرف الاخر؟ ربما لان رئاسه الحكومه ما كانتش ربما مع اتفاق مع الذي ابرم مع النقابات على مشكل زياده. ولكن في نفس الوقت هذا مفارقه غريبه. في نفس الوقت كاينه زياده لقطاعات اخرى. احنا درنا زياده للماليه ودرنا زيادات اخرى بثمن بزياده مهمه. وحنا بالنسبه للقطاعات الاجتماعيه لان تنقولوا عدد كبير طماطم وقع الطماطم وهذا راه قطاع يهم الحياه ديال الناس. ويبقى الرهين هو المريض. اي هو المريض غادي في هذه الحاله من سيربح؟ القطاع الخاص. ولكن القطاع الخاص واش كاع المغاربه عندهم الامكانيات باش يمشيو للقطاع الخاص؟ القطاع الخاص تيهز واحد المجموعه كبيره واش قادر يتوسد الخصائص القطاع الخاص يعني ولينفريد القطاع الخاص لينفريد القطاع الخاص. حنا نشوف هذا المقاربه نفرض القطاع هو المستفيد في هذه الاضرابات. هل تعلم يا اخي العزيز بان القطاع الخاص تكلف بالنسبه لتسديد الفاتورات الانديمنيزاسيون تعويضات على الامراض وكذا بالنسبه للمنظمات الاحتياط الاجتماعي وصندوق الاحتياط الاجتماعي الكنوبس والمكتب ديال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ماشي هو ماشي القطاع الخاص ولكن كل شيء هذا الشيء مشارك. هل تعلم بان الكنوبس حاليا في السنه الماضيه اعلنت بان النفقات اكثر من 7 مليار درهم والمداخل اكثر من 6 مليار درهم اكثر 6 مليار وشويه يعني كاين واحد الخلل. وهذا الخلل لتسديد تعويض على الامراض اغلبها مشى للقطاع الخاص. ولا استمرت هذه الصناديق في هذه الوتيره سيقع لها ما وقع للصندوق المغربي للتقاعد. غادي يولي عندها عجز وغادي ترجع لي ريزيرف ديالها الاحتياط المالي ديالها غادي ترجع ليه. غادي يوقع اذا خصنا ننتبهوا بان القطاع الخاص معم للقطاع الخاص ولكن اللي تيهز وتيخفف العبء رغم هذا الاجور وهذا تيخفف العبء على المغرب وعلى الدوله راه هو القطاع العمومي. الا انها غادي تادي ثمن غالي الصناديق غادي تادي الثمن في النهايه. باش نخصموا هذه الحلقه ديالنا بالنسبه لك يعني انت باحث ايضا في الشان النقابي صدرت مجموعه من المؤلفات حول هذا المجال هذا. اشين الوصفه ديالك يعني باش تعمل الحكومه مستقبلا مع الحركه الاحتجاجيه بنوع من الليونه باش ما نوصلوش لهذه المرحله اللي احنا واصلين لها مثلا في قطاع الصحه؟ هو او اللي وصلنا لها في قطاع الصحه طبعا اي لاي مشكل حل. ليس هناك ما كاينش مشكل بدون حل في الكوكب في هذا الكوكب الصغير. لكل مشكل حل. الحل يكمن قبل اصدار مرسوم قبل اصدار قرار فوقي من الاعلى. لا بد من تشاور و لامبليكاسيون ادماج المعنيين القطاعات في جميع القطاعات في المحاضر وفي التوقيعات وفي التوافق وفي الشراكه معك باش تكون المسؤوليه مشتركه. وحنا من الافضل ديالنا ان دائما يكون باب الوزير ولا باب اي مسؤول مفتوح. علاش؟ بالدرجه الاولى لان احنا بغينا الامل هو هذا نديروا بحال الدول الراقيه تضمن تدير واحد المشروع اصلاحي وتترتاح مع هذاك القطاع الاجتماعي لواحد لمده 5 سنين ما باقيش تتكون بعد المناورات ولا بعد الهزات قليله ولكن تضمن في هذاك القطاع انك سديتي ليه ما طلب المطالب ديالو وحليتي ليه واحد السلب الاجتماعي في هذا القطاع على الاقل تضمن واحد 5 سنوات في هذاك الاستقرار في ذاك القطاع معين باش تنكب على المشاكل الكبرى ديال المغرب. المشاكل الكبيره ديال ندره المياه ديال العالم القروي ديال ما سميتو القضيه الوطنيه الى اخره. تركز على المشاكل الكبرى لان العالم متحول وفي الاقطاب تتشكل بصعوبه وكاينه مشاكل كبيره جيوبوليتيك. اذا هذا الحل الوحيد اللي عند هذه الحكومه انها تخضع ماشي تقوم بما
بواحد الحوار الجاد و يعني تكون الحلول والاتفاقيه تكون بطريقه تشاركيه ماشي بطريقه فرديه. تراضي كلمه بسيطه، بتراضي الاطراف وفي نوع من التوازن، لا الماليه العامه ولا الاطراف العامله في القطاع المالي، باش ما نضروش حتى لا ضرر ولا ضرار. بهذا الشكل يمكن الخروج من هذا النفق. سي عبد الجليل، شكرا جزيلا على قبول الدعوه. العفو. متابعي قناه فاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي وموضوع جديد ان شاء الله.